السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جوني جاكمان معاكم من موقع مطوراتي. اليوم إحنا متواجدين بسلطنة عمان لحفل إطلاق سيارة إنفينيتي كيو أكس 50 الجيل الثاني، سيارة جديدة كلياً راح نتكلم عليها بشكل سريع. إذا خلينا أعطيكم لمحة سريعة عن السيارة. عم نشوف من الأمام سيارة إلها حافظت على هوية الكيو أكس 50 الجيل السابق، طبعاً الشاسي جديد شكل خلينا نحكي تم التحسين عليه. عم نلاحظ الانحناءات الموجودة على السيارة، الشبك الأمامي وإنفينيتي اللي هو حافظ على هوية الإنفينيتي، إضاءة جديدة. وإذا انتقلنا إلى خلف السيارة، إذا انتقلنا إلى جنب السيارة طبعاً تغييرات منلاحظها، تغييرات بسيطة. عم نلاحظ كمان عنا الشبك الكروم الموجود معانا هون، دولي بحجم 19 إنش. وطبعاً في عندك مواصفات تختلف من سيارة إلى سيارة، بتتوفر بأكثر من فئة. عم نلاحظ كمان تطعيمات من الكروم موجودة هون، إيد المقبض الباب، تطعيمات من الكروم، مفتاح الذكي. وكمان السيارة من الخلف حصلت على خلينا نحكي تحديث شكل. إذا جولتنا اليوم رح تكون جولة بسيطة بشوارع سلطنة عمان، طبعا رح ناخدها بمنطقة وعرة وبمناطق هيك جبلية حتى نشوف نتعرف على الاختلاف ما بين الجيل السابق والجيل الجديد. إذا خلينا نتحرك. زي ما انتم شايفين احنا هلا داخل سيارة انفينيتي كيو اكس 50. عم نلاحظ ان انفينيتي حافظت على عالم الفخامة بهاي السيارة، طبعا عم نلاحظ دقة بالتصنيع، الخياطة اليدوية، الداشبورد اللي شايفينه امامنا مصنوع من الجلد، يعني مش انه ماكينات بنصنع من الجلد. ولاول مرة عم نشوف انه استخدموا السويد، الماتيريال هذا شايفينه السويد باللون اللي خلينا نحكي المخملي، بعطيه رونق جدا جدا حلو. شايفين هون كيف التصميم جدا انيق، فعلا حافظوا على هوية الفخامة بهاي السيارة. انفينيتي كيو اكس 50 عم تتوفر باكثر من فئة. الفئة الأولى اللي هي الاليو اكس اللي هي بتبتدي سعرها ما يقارب 171 ألف درهم إماراتي، أما سيارة انفينيتي الأوتوغرافي اللي هي معانا اليوم فسعرها ما يقارب 245 ألف درهم إماراتي، جميع المواصفات حتى الأنظمة اللي أنا ذكرت لكم إياها. انفينيتي طرحت محرك جديد لهي السيارة مقارنة بالمحرك القديم، المحرك القديم كان سعته 3700 سي سي، بيولد ما يقارب 326 حصان وكان يعطينا عزم بمقدار 361 نيوتن متر. المحرك الجديد اللي طرحوه سعته 2000 سي سي، محرك تيربو مش تنفس طبيعي، محرك تيربو، خففوا عدد الأحصنة اللي هو صار عدد الأحصنة 268 حصان، لكن عم بعطيني عزم أكثر من عزم المحرك القديم اللي هو عزم 380 نيوتن متر، يعني بعطيني قوة أفضل مما كان المحرك القديم. هلا المحرك نفسه خففوا وزنه، كان المحرك القديم أعطيكم معلومة كان وزنه 165، المحرك الجديد وزنه 137، فطبعا بيختلف وبساعد في أداء السيارة. أما ناقل الحركة، فناقل الحركة تم عندنا هو ناقل الحركة السي في تي، طبعا تم التعديل عليه، لكن أنا بصراحة غير من عشاق السي في تي، أنا بشوف إنه السي في تي دائما بعطي صوت أعلى. لكن اللي دهلنا بهاي السيارة أثناء جولتنا، طبعا إحنا طلعنا على الجبال وطلعنا مناطق وعرة، كان أداء السيارة فعلا مذهل، العزم كان موجود فيها ممتاز، يعني مش انه ضعيف، لانه انت قوة الاحصنة مع انها نزلت لكن العزم عم بعطيني اياه على ار بي ام اقل، يعني مثل العزم هلا بيعطيني اياه على سعة ار بي ام خلينا نحكي 4000، طبعا صوت العزل بهاي السيارة انا بعطيهم ثمبس اب جدا ممتاز، العزل جدا جدا رائع، حتى كنا بالمناطق الوعرية انا استغربت العزل موجود بهاي السيارة. عندنا كمان وضعوا فيها نظام البوز، نظام ترفيهي جدا يعني ممتع حتى تستمتع، وهاي من ناحية الأمان هاي سيارة عائلية لعائلة صغيرة، سيارة فعلا فيها ميزات الأمان وفيها ميزات الفخامة.
بشكل عام هذه هي السيارة من الداخل. طبعا عندك الأنظمة العادية، نظام الملاحة، عندنا أنظمة قيادة مختلفة، عندنا مثلا عندنا خلينا أشوف شو أنظمة القيادة الموجودة هون، خلينا نكبس على الشاشة هون. عندك مثلا أول شيء عندك نظام بيرسونال اللي هو ممكن تصمم نظام القيادة الخاص لإلك، نظام قيادة اللي هو بعطيه أداء الرياضي، عندنا نظام القيادة العادية ونظام في توفير الوقود. هلا بالنسبة لتوفير الوقود للأسف ما عندي معلومات أي عن توفير الوقود لأنه هاي سيارة جديدة، احنا بننتظر حتى يعطونا معلومات عن توفير الوقود. وشوفوا يا شباب المنظر اللي أمامنا، عم نشوف الجمال عم تقطع. طبعا احنا بسلطنة عمان وما شاء الله عمان صلالة بالتحديد، منطقة جميلة ورائعة. شوفوا الجمال، طبعا الاخ رح نعطيه راحته بانه يقطع الطريق. يا شباب احنا رح نطلب هاي السيارة في تجربة تفصيلية وخاصة لموقع موتوراتي حتى نجرب ادائها على الشارع، طبعا لانه هون التجربة عندنا جدا سريعة لوجود العديد من الصحفيين. اتمنى تعليقاتكم، شو رايكم بسعر السيارة؟ رح اذكركم بالسعر، بتبتدأ من 171 الف درهم اماراتي لغاية 245 ألف درهم إماراتي اللي هي الفئة اللي معنا اللي هي الفول أوبشن الأوتوغراف. بهيك متابعينا احنا انهينا حلقتنا لتجربة سريعة لسيارة انفينيتي كيو اكس 50 الجيل الثاني. سيارة صراحة رائعة بكل معنى الكلمة، اعطيناكم الايجابيات والسلبيات، كان هاي تجربة سريعة، لكن احنا رح ناخذها بتجربة تفصيلية مع احمد النشاش لموقع موتوراتي قريبا ورح نعطيكم معلومات اكثر، لكن رح احط لكم رابط اسفل الفيديو يعطيكم معلومات اولية، للتفصيل الاكثر انتظروا الفيديو الثاني رح ننزل لكم اياه. كنت انا جوني جاكمان معاكم من موقع موتوراتي، شكرا لكم، حياكم الله والى اللقاء، وهلا ميعاد الغداء يا شباب، مع السلامه.